قالت ربع لكم بقى حساب. لا قصة لا عايزة لا اتبرع بقضائي وكده صح؟ بس عمير قالت كده. لا قالت مش طبعا بس كده، قالت ده. مش بس، انا مأكدة. لا انا عارفة، انا كنت هقول ان انا ما بعاندش يعني، خلاص اللي انت عايزة تعمليه هتعمليه وانا في ظهرك، ف I اما support. انا مش هي هبقى حاجه موجودة انسانيه في ساعتها. الاخر يعني، طبعا انا شايف طبعا انها حاجه انسانيه جدا، وبالعكس الواحد لو هيقدر ينقذ حياه ناس تانية ليه لا، طبعا. بالعكس انسانيه جدا يعني اعتقد. يعني ربنا يديها الصحة طبعا طبعا ربنا حبيبتنا يديها الصحه إلي. طبعا. وعايزة أشكرك على سوسو، لأنك على قد ما وجعتينا على قد ما خليتينا كلنا نفكر في كل الناس اللي حوالينا، طبطب عليهم. و ده مهم قوي، مهم قوي الحتة الإنسانية وصلة الرحم صلة الرحم طبعا والعلاقات الأسرية والتراحم بين الناس. على فكرة حتى لو ما فيش صلة رحم، لو جارتي، لو زميلتي، لو أي حد أعرفه، يعني العلاقات الإنسانية والحب، المحبة بين الناس. يعني هو طبعا دكتور مصطفى محمود طبعا كاتبنا الكبير، وكتب 55 قصة حب، هي قصص حب في الحياة حقيقية، ناس وصلته كانت من بتبعت رسائل. له مظبوط المشاكل رسائل. مظبوط. فالحب بكل أنواعه لازم نعيشه.